هاي هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا الف خير. النهارده الفيديو ده هنحاول نقلد الترند المنتشر جدا على منترست، وهو ترند ذات جير. فاللي هو في الفيديو ده انا هشارك معاكم حاجات بسيطه اللي هو ذات جير الغلابه بمعنى صح. فكمان معايا الفيديو، لو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، ما تنسوش تدعموني لايك كومنت سبسكرايب، وبليز ما تنسوش لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان نوصل 90 ألف مشترك. ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. دلوقتي ركبت فوق على السطح زي كده عشان اللي هو افطر، انا وقاعده فوق السطح في الشمس وكده.
بعد ما حضرت عشاء قاعده بسمع المسلسل ده اللي هو الانتقام الاخرين، اول حلقه بسمعها، فبجد متحمسه جدا 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 ان انا اسمع المسلسل واعرف مين اللي قتل اخوها. فدلوقتي اسمع المسلسل وكمان في الوقت ده اتعشى، فكمان معايا الفيديو وهنشوف هنعمل ايه بقيه اليوم. بتمنى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعموني لايك كومنت، ويلا نكمل بقيه الفيديو بتاعنا. دلوقتي بعد ما اتعشيت عملت طبق الفواكه ده، عباره عن موز وبرتقال. طبعا اي فواكه موجوده عندكم تقدروا تعملوا طبق كده بعد العشاء او بعد اي وجبه. طبعا البرتقال من الحاجات الحلوه جدا 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 في فصل الشتاء، خاصه للبشره، وكمان هو اصلا عباره عن فيتامين سي كده. فالمهم هاكل دلوقتي اللي هو الفواكه بتاعتي دي لحد ما اسمع الحلقه الاولى من المسلسل، بعد كده نشوف انا ايه، فكملوا معايا الفيديو. دلوقتي بعد ما صليت قيام الليل هستخدم البتاع ده لرجلي، كانت عبارة عن زبدة شيا وكده، كان اخويا مشتريها لي من الكويت، وحاسة ان هي فترة اللي هي الصلاحية بتاعتها انتهت اصلا. كمان هستخدم اللي هو نيفيا اللي هو لشفايفي، قصدي الايدي واللي هو بشرتي. اخر حاجة استخدم مرطب الشفايف دي، والدول اللي هما الحاجات اللي بستخدمهم للعناية. فكده يكون الفيديو انتهى، بتمنى الفيديو عجبكم وحبيتوه، تصبحوا على خير، والاقيكم في فيديو تاني جديد، بتمنى تشتركوا في القناة وتدعموني.